ديما تربية الأطفال تبقى حاجة دقيقة جدا، حاجة مهمة جدا ومسؤولية كبيرة عند كل أفراد العائلة، خاصة عند الوالدين منذ السنوات الأولى متاع تربية الأطفال. كيفاش نعزز الثقة متاع صغاري في رويحهم؟ كيفاش نعرف إذا كان ولدي عنده ثقة في روحه ولا بنتي عندها ثقة في روحها ولا كيفاش نجم نعاونه باش يكتسب الثقة، وأهمية أنه صغير يكون عنده ثقة في روحه؟ كل التفاصيل هذه باش نعرفوها توا مع إيمنا الحاج، هي أخصائية نفسية. صباح الخير ونهارك زين إيمنا. صباح الخير، عايشك عافية، شكرا على الاستضافة. يعيشك إيمنا. حاجة مهمة وأنه صغير يكون عنده ثقة في روحه. بطبيعة معناها الثقة في النفس بالنسبة للصغار وحتى الكبار، لكن هوني صغار خاطر هما اللي بشي وليوا كبار. دونك مهمة برشا بشي ينجم يتعلم، بشي ينجم يعمل، معناها يتبع الخطوات الكل اللي تخليه يبدأ أنا جولت بيان إكيليبغي في نفسيته وحتى ينعكس على صحته. داكوغ. كيفاش نعرف اللي صغيري ما عندوش ثقة في روحه؟ خاطر في عمر صغيرة ينجم واحد ما يعرفش حتى اش معناها ثقة، باش تجي تقول له يلزمك يبدأ عندك ثقة في روحه، هو بيدو ما يعرفش شنو معناها ثقة. كيفاش أنا كولي نجم نعرف اللي هو ما عندوش ثقة في روحه؟ يلزم نشوفوا لي سيني، معناها يبداو اون اكسي، معناها مش أي نلقاو لي سيني باش نقولهم مش كي نلقاوهم معناها ما عندوش ثقة، أما يبداو معناها برشا موجودين. مثلا كي يمشي يلعب مع الصغار، يمشي البارك، تحسوا الصغير ما ياخوش انيسياتيف باش يحكي مع الصغار، ولا باش يجرب لعبة جديدة، يحب اللي مستانس بيه، ما يحبش لو شونجمون. داكو، هذه من أهم لسين. يبدأ في الزون دو كونفور هو صغير. بالضبط. ما يحبش حتى يخرج منه. parmi زيدا لي زوتر سيني انه تحسوا عنده حشمه ولا خجل مفرط، معناها ياسر حشام، تحكي معه وجهه يحمر، كان يحكي معه معناها شخص كبير ما يجاوبش يسكت، والصغار كان جاش كون يحكي معه يتفاداه، والا ماذا بيه معناها كلي الصغار اللي يعرفهم كما قلت لك الحاجه جديده تخوفوا شوي. واحنا راهو عندنا في للاسف في العائله يقول لك ولدي عاقل وحشام، معناها حاجه باهيه، فما بعض عائلات يراو انه حاجه باهيه. اي مش ديما حاجه باهيه، معناها صغير هو صغير، معناها ماذا بيه يلعب وياخذ الانيسياتيف ولا ياخذ راحته باش يعمل برشا حاجات في حدود المعقول بيان سور. شو تخلي صغير يفقد الثقه في نفسه؟ فما برشا حاجات بيان سور، اما من اهمهم مالوريزمون هي تصرف الوالدين. ايوا كيفاش؟ وهوني بالاخص فما زوز حاجات يعملهم الوالدين اللي هما المقارنه، ويعطيو برشا انتظارات وامال ساعات اكبر من الصغير. اش معناها؟ كان نحبوا نبسطوها نمثلوا نحطوا مثلا ساكادو للصغير، وكل مره نحطوا لي زاتونت نتاعنا احنا كوالدين. هو سي نورمال انه انت عندك صغير ماذا بيك يكون احسن واحد بالضبط. في كل شيء، في القرايه، في الدخل يعمل سبور، ماذا بيك يجرب كل شيء ويبدا به في كل شيء، ماذا بيك يعمل موسيقى، يقول لك انا ماذا بيا صغيري يعمل حاجات اللي انا ما جاتنيش الفرصه باش نعملهم، ولا معناها ما عطاونيش الحاجات الكافيه اني نعملهم قبل. دونك هذيك كل مره الساك قاعد يرزل، ولين يولي هو بالعكس في عوض انت تحب تهزه الخير يولي ما عادش عنده ثقه في روحه، اي اثر عليه سلبا على الاخر، ويولي سيء، معناه ما عادش ينجم، فما بلوكاج يصير. دونك في كل مره مثلا كي باش نحطوا انا في دي ديسيبلين معينه نتاع رياضات ولا نتاع فنون وهو ماهوش انتيغيسي، سبحان الله، معناها لازم هوني شويه ذكاء ظهر لي من الاولياء باش يعرفوا اولادهم شنو هو الحاجه اللي تجلبهم، مش نفرض عليه مثلا انا صغيره كنت نحلم واني باش نكون عازفه نتاع جيتار، نحب نعلم ولدي بالسيف الجيتار وهو مش مغروم بالضبط. مثلا دونك مهم انه تكون اليكوت زاده ولدها ولا بنتها شنو هو الحاجه اللي تجلبه. ناخذ رايه، هذه زاده من اهم الحاجات اللي تخليه عنده ثقه في نفسه، نحسوا نجم نعطيه دو شوا زاده، مش باش نهز نحط معناها نقيده في برشا حاجات ويقول لي نبدل اما نعطيه دو شوا، نقول له اش قولك تعمل هذا ولا هذا، كانك مش انتريسي جمله مثلا بالموسيقى راه تنجم تعمل حاجه اخرى باش تتفرهد. والمقارنه زاده هي ياسر معناها تضر نفسيه الصغير وتفقد له ثقته في روحه، كيما ذيك في شوف ولد خالتك، شوف اخوك، راني فوالا نحب نركز اللي راهو الصغار كل واحد عنده ريتم نتاعه، كل واحد فما اولياء يعتبروا المقارنه محفز بالنسبه ليهم، نقول له هكاك باش يولي يعمل كيما فلان ولا جمله بالعكس. هذه حاجات معناها افكار شائعه اما راهي غلطه على الاخر. ديما انا نعطي ليكزومبل نتاع تاخذ دوبو وتحط فيهم بذره بدرة بالنقل في الطبيعه
معناها ما تنجمش تقارن، ما يطلعوش مع بعضهم الصغار هكاكا، مستحيل مستحيل باش يطلعوا فرد وقت، معناها كل واحد عنده الريتم نتاعو ديما ركز على هذا. تري بيان، شنو ينجموا يعملوا لي بارون؟ هيت نعطيهم شويه نصايح باش يزرعوا اكثر الثقه في صغيراتهم. الثقه معناها في النفس تنجم تزرعها للصغير ملي هو بيبي. كيفاش؟ معناها تنجم انت صغيرك وهو بيبي تحطه في تفرش له حاجه وتنحي الحاجات اللي تنجم تضره، تخليه يكتشف، الاكتشاف مهم برشا، تخليه هو عنده كل نوع من الحريه اللي باش يشوف الحاجات، كان في البارك ينجم معناها يمس الحاجات، تبدا عينك عليه، لكن ما تحاولش تكبله ولا كل سور بروتيكسيون هذيك راهي معناها ساعات ماهيش باهيه. فهموا علاش انت خايف عليه والكل، لكن تخلي له الحريه انه هو يكون يكتشف ويعطي معناه ثقه في روحه باش يقدم، خلي له مارج كيما نقولوا احنا باش يطيح ويقوم وباش يتعلم وحاجات ينجم بيان سور مش حاجات خطيره معناها بيان سور تبدا عينك عليه وتبدا في بلاصه معناها فيها سيكوريتي داكور. اذا كان اليوم دي بارون قاعدين يتبعوا فينا يقول لك فاقوا برواحهم اليوم غلطوا في برشا حاجات، فات الفوته وكيفاش نعمل، شنو نجموا ننصحوهم؟ هو عمره ما يفوت معناها الفوت، ديما تنجم تلقف صغيرك وتنجم تعلمه وتوريه كيفاش يكسب ثقته في روحه من جديد. وهوني نركز على الكلام الحلو اللي احنا نسميوه، معناها في اي وابسط حاجه يعملها ديما تقول له يعطيك الصحه، اليوم لاحظت اللي انت مثلا يعني. ولا تثمين عطيت معناها لاحظت اللي انت قلت كلمه باهيه لاختك ولا لاخوك ولا لولد جيرانكم اللي هو، تقول له والله يعطيك الصحه، محليك محليك اليوم كيفاش لبست، محليك يعطيك الصحه، سمعت اللي معلمه قالت لي انت جبت تبهي ولا انت عدادك، ديما اكل كلام هذاك. وتعلموا زادا اللي راهو الاشخاص اللي نجموا يعطيوه خضر في التنمر والا نوع من التنمر اللي هو بين الصغار عادي، لكن ساعات فما صغار حساسين برشا وما عندهمش ثقه في رواحهم، يراهم حاجه كبيره. انت تعطيه اكل سلاح باش هو يعمل كاغاباس هكا ولا كيفاش بالضبط كيفاش تقول له اللي راهو الكلام مش ما ناخذوهوش معناها درجه اولى. ساعات كي شخص يبدا متغشش نجم نقول كلام ما يقصدوش، سي با كونتخ توا، توعي الحوار وتفسر له الحاجات وتعلمه خاصة أنه يحط كلام على الأحاسيس نتاعه. فوالا، يعطيك الصحة، شكرا لك آمنة الحاج عمر أخصائية نفسية، إن شاء الله ترجع لنا في مواضيع أخرى. كانت هذه فقرة فاميليا، مكملين معاكم مع بقية فقراتنا وتعديو للفقرة الموالية. جاء اخر العام وجاء عاد الشهر نتاع الكادوات ولي سوربريز، ونحبوا اون في بليزير للعبيد اللي نحبوهم، وتجي معاه الحيره زعما شنو نهدي. احنا جبنا لكم اليوم برشا افكار نتصوروا انه باش ينجحوا مع نساء ورجال، مع لي جون والكبار والناس الكل، فرحانه وانه تجي بحذينا مره اخرى لا مارك 3 نوت، حاضره بحذينا خوله الميسيوي اللي هي لا بارفيموز دو لا ميزون. عسيمة مرحبا بك خوله. نور عفيف، شنو حوالك؟ الحمد لله. دونك خوله قبل كل شيء عاود فكرنا باللو كونسيبت نتاع 3 نوت. لي 3 نوت سي ان كونسيبت دي بارفان بيرسوناليزي، سي اون مارك تونيزيان اللي نلقاو فيها لي برودوي اللي عندهم علاقه باللي بارفان الكل باسعار تونسيه وبكاليتي مزيانه برشا. فوالا ناكد لكم انا الكاليتي، ناكد لهم ولا اي فوالا نستنى لافي نتاعك، قول لي انت شنو رايك في الكاليتي. باهي اوكي، حاجه بالحق ممتازه. انا اللي تبعوا فيا على مواقع التواصل الاجتماعي شافوني في قطر، هزيت معايا البارفان اللي عطيتيني، ريحتها ياسر بنينه وسورتو غافريشيسونت بالكدا. دونك انا نعدي نهار كامل لبرا هكا، كل مره نعاود نجبد نعمل نحس روحي تفرشكت عليها وتقعد ولا وتقعد بالكدا. فوالا فريمون تقعد بالكدا بالكدا، وهذه حاجه ممتازه بوغ ان بارفان تونسي، حاجه تفرح. اي باهي، شنو نجمو نقترحو على المتابعين نتاعنا كوم كادو توا الفان داني؟ أنا الرأي لي 3 نوت الكلها دي زيدي كادو، سي لا بوتيك دي كادو، على خاطر كيما حكينا في حصة سابقة اللي احنا نجمو نعملو لو بارفان سولون البرج نتاعهم، نجمو يختارو les inspirations les ingrédients اللي يحبوهم الكل، واحنا اقترحنا عليهم ان كوفري كادو اللي ليدي نتاعو ياسر مزيانه، سميتو انا لو كوفري اوريس فلاور، واللي نلقاو فيه اون كومبوزيسيون ياسر مزيانه ما بين لو بارفان واللي هو اود بارفان اوريس فلاور، واللي نلقاو فيه انا نشوف الريحه خلطتني الريحه ليش الريحه بنينه، ريحه الياسمين سي ان بارفان فلورال، ديجا نلقاو فيه الياسمين تيبيروز الفلور ديريس والكل، وحطينا معاه ان جيل دوش زاده كيف كيف
اوريس فلاور بالياسمين والكل، ومعاه لو ليت كور نتاعو، ومعاه لابوجي بارفومي اللي نلقاوها كيف كيف من نفس الريحه. معناها دونك هوني لي بوجي نتوما نتاعكم باز ناتوريل بيان سور، سي على سير دو سوجا، نلقاو فيها ميشون بوا، معناها تعطيك حتى لي في شوميني والكل في الدار، ونلقاو فيه زيد لو بارفان ناتوريل. واحنا ناكدوا على الحاجه هذيا علاش؟ على خاطر كيما تعرف البوجي كي باش نحطوها في الدار باش نتنفسوها، يعني ماذا بينا تبدا ناتوريل ما تبداش حاجه كيميك ولا حاجه باش ما تضرنيش. فوالا الجيل دوش تقعد ريحته زعما كيما البارفان باهي، معناها بعد ما تدوش خاطر ساعات تحل جيل دوش ريحتها تعترق تهبل وبعد ما يقعدش. بو احنا ديما ننصحوهم يجيو يجربوا يعطيو لهم رايهم ديجا، مي هو برشا عباد ديما يسالوا كيفاش نخليو لو بارفان تاعنا يقعد لهنا. كيف باش انت تجرب لو جيل دوش بنفس الريحه، من بعديك تخرج من الدوش تعمل لو ليت كور بنفس الريحه، ومن بعديك تحط لو بارفان، راهو سي اون فالور سور. هو انا نقول لكم راهو كان من لي بارفان هكا هاو تقعد الريحه توت لا جورني، مي هكا باش فريمون نزيدوا في الريحه تقعد اكثر علينا والكل. لانتونسيتي نتاع الريحه تقعد لنا بالكدا وقتها بهذوما الكل. اي سينو انا كيف نعمل بانو بالجيل دوش نتاعنا، وكي ندخل بيت بانو من بعد نص ساعه نلقى الريحه كلها جيل دوش نتاعنا ديجا. الكوفري هذيا ستاندار ولا نجم نعمل كوفري بيرسوناليزي بالنسبه لنا؟ هذيا لو كوفري اللي احنا انا بروبوزي سو كوفري، خاطر فيه كيما قلت لك جام كامله بنفس لي زانغريديون والكل، مي هما نجموا يكومبوز لور كوفري كيما يحبوا، نجموا يحطوا فيه ان بارفان ان جيل دوش اكاهاو، معناها باللي بودجي اللي عندهم يختاروا لو كادو اللي يحبوا عليه. فوالا يعطيك الصحه. دونك انا هذوما الكل وين نجم نلقاهم باش ناخذ ان كادو باش نعدي الكوموند نتاعي راس العام؟ كيفاش نعمل؟ باهي احنا موجودين في الساحل، عندنا شوروم في سوسه، موجودين كيف كيف في الجراند تونس، عندنا شوروم في سكره، موجودين للناس الكل نعملوا لا ليفريزون، وانا محضرت لهم سوربريز مع كلتي عفاف اللي الكوموند سو كوفري تجي ليفريزون غراتويتمون. معناها جو هذا فما عبيد يبدا البيدجي نتاعو متوسط ولا شويه يقول لك تو باش نزيد نخلص عليه ليفريزون، اي فوك علي. دونك هاو ليفريزون غراتويت، يعطيكم الصحه. انت تجيب فوالا انت تجيب حذينا ولا احنا نجيوك كيف كيف غراتويتمون. سينو نحبوا اون في ان ابيل لي بارفيمري اللي قاعدين يتبعوا فينا ويحبوا يبيعوا لي برودوي لي تخوا نوت، يدخلوا على لي باج انستغرام وفيسبوك نتاعنا ويكلمونا، وهكاك نجموا نعطيوهم دي بريزونتوار لي تخوا نوت ويبيعوا لي برودوي. نجيبوا لهم انتوما لي بريزونتوار في اي بلاصه في الجمهوريه التونسيه، دونك ينجموا لي برودوي يكونوا متوفرين. ميرسي بوكو خاولة الميساوي، يعطيك الصحه ان شاء الله ديما تجينا هكا وتفوح لنا الاستوديو نتاعنا بالروايح البنينه. واليوم ما عرفت اش تعمل انت، جبت ريحه الجسمان اللي نحبها. فوالا تلعب لي على النفسيه خالد. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. احنا تقريبا وصلنا لاخر الحلقه نتاعنا، وقايت باش نحطوا الطاوله وباش نذوقوا بالطبيعه الاطباق نتاعنا نتاع شيف سيد. طاولتنا حضرت اللهم صلي على النبي، برافو للشيف سيد القسم، يعطيك الصحة شيف بارك الله. العز البنة والروايح البنينة، وزيد البريزونتاسيون الهايلة اللي تعطينا بطبيعة فالور اجوتي للطاولة نتاعنا. شيف قبل ما نمشي للتذكير باللي روسيت، بيان سور طاولة ما تكون كاملة ومزيانة باللي روسيت وزيدة بالكوفير الشباب، واحنا محظوظين وعنو عنا الكوفير. اليوم معنا عمبر جولد الجام هذيا نتاع وينوكس اللي هي بالطبيعه ما تصددش ما تكحالش، ديزاين ياسر شباب وموديرن ويزين الطاوله نتاعنا. حاسين هاكم قاعدين تشوفوا حاجه ياسر ياسر حلوه، برودوي اون اينوكس 1810 بالطبيعه حاجه قمقومه. الوغ شيف فكرنا في لي روسيت. الوغ باهي نبداو بالبلا برينسيبال نتاعنا. اي عملنا فوفيلي. اي فوفيلي بالصوص بوافغ، زدناها شويه صوص سوجا، وشفت الطريقه الثوم والعمراء نتاعنا، شويه ليجوم تغني هذيك قرابو تزينه وسفنيلي. اي لونتري شود عملنا عجه المروكيه هذيك، طاجين مروكي تونسي مغربي تونسي هذا، بولي دو فيوند نتاعنا لحم بقري، وعملنا الفلفل وطماطم وهريسه سيكام وطماطم سيكام. استعملنا اللحم بالطبيعه من عند مجزرة ياسين عمار يعطيه الصحه، واستعملنا الطماطم بولي نتاع سيكام الفريشكه البنينه اللي لازم مش نستعملوها في النوعيه هذه نتاع لي بلا، عجه شكشوكه حاجه ممتازه، والحروره نتاع الهريسه، وبالطبيعه عملنا الكالزوني نتاعنا. البريباراسيون نتاع فانواز،
خدمنا بها المره هذه هي بريباراسيون تاع بيتزا معناها على باز احنا خدمنا بها كالزون معناها نفس البهات لكن سكرناه عملنا الفارس من الداخل شويه فروماج وشويه هريسه سيكا نتاعنا وشويه زاده طوماط كونكاسي بيلي وعملنا شويه جامبون وشوية بازيليك فري وسكرناه دهناه بشوية عظام وحطيناه في الفور. راكم تشوفوا فيها وين نشم في الريحة أنا جي لا شانس نشم في الريحة وتو بعد شوية نذوقوا البنة نتاعها وبطبيعة استعملنا صوص بيتزا سبيسيال بيتزا نتاع سي كام اللي هي ساهلة حاضرة ما تستحقش باش تتقلى ولا باش تشيب بصبا ديريكتومون على البيتزا نتاعنا. البازيليك زادة نتاع فري نتاعها. والديسير القمقوم. ديسير عملنا مسفوف نتاع ايبيدور استعملنا الكسكسي ايبيدور نتاعنا. وخذينا جولدينا خلطناها مع بعضهم وحطينا الرومان والفاكهه وكل خديرو خذوا كل شخشخه هكا هايلة اوكي صوص ديسير حطيتها شويه صوص كراميل هذيك تبيع يعطيك الصحه مع ديسير كيما هذا لازم نقيوه وانا دللتك وجبت لك القيوه نتاع جولدن كوفي اللي ما تغيب زاده على طاوله لازم منها واحد ما يفيق وما يحل عينيه وما يعمل راسه الا بقيوه جولدن كوفي هكا نكون وصلنا لاخر الحلقه نتاعنا نشكر بيان سور ليكيب كل اللي تامن التصوير والتسجيل نتاع حلقاتنا وبالطبيعه نشكروا زاده نو سبونسور اي نو بارتنير في نهاركم فول ويكاند ميرسي بوكو بوتيك زازا فاشن على اللوك وعلى اللبسه بيان سور اللي نلبس فيها ونعطيكم موعد في حلقه غدوه كما العاده في نفس التوقيت على قناه الحوار التونسي كل الحلقات تلقاهم موجودين على شين يوتيوب الحوار التونسي باي باي.